الموضوع التاني ان احنا عندنا مشروعات، عندنا مشروعات قوية جدا وبنتكلم عنها، وعارفين ان بلدنا بتشتغل في مشاريع قومية كبيرة جدا، بس احنا كمان ما ينفعش نكون احنا سبب في تعطيل هذه المشروعات. انا هتكلم عن مشروع الطاقة الشمسية في مدينة بنبان بمدينة دراو بمحافظة أسوان. المشروع ده يعتبر من أهم المشروعات العملاقة والضخمة في توليد الكهرباء باستخدام الشمس، الطاقة الشمسية. الرئيس السيسي خلال الأسابيع القليلة افتتح محطة واحدة من ضمن 40 محطة مستقبلية في هذا المشروع، والمشروع بيضم عدد كبير من الشركات المصرية الكبيرة والعالمية الأجنبية برضو كبيرة. لكن للأسف وصلنا إن في مشاكل حاصلة هناك، مشاكل بتعوق سير الاستثمار هناك. احنا هنعرض فيديو، الفيديو ده جالنا واحنا صورناه، إن المستثمرين بيقولوا إن الأهالي مش متعاونة معاهم. فإحنا الأول نشوف الفيديو وبعدين نعمل مداخلتنا مع أحد رؤساء الشركات الأجنبية ومداخلة مع أحد السكان، فنقدر نعرف القصة فين. نطلع فاصل نشوف التقرير، ابقوا معنا. عبد الرحمن started to ask all the driver for track to go اقسم بالله هكسر لك جزمه، اقسم بالله هو ماله انت بتكلمني ليه؟ والله هكسر لك جزمه، اقسم بالله العلي العظيم. ايه ده بس سؤال؟ والله بالله هكسر جزمه. طلع عربيتك بره، لا خالص، طلع عربيتك بره، طلع عربيتك بره، بس طلع عربيتك بره بعد اذنك، اطلع عربيتك، طلع العربيه بره بعد اذنك. ما ملوش بالي من ساعه السيد، اسمع بس ساعه السيد، هو عامل ايه؟ كل واحد في مكانه بعد اذنكم، بعد اذنكم كل واحد يتفضل في مكانه. مكانك يا باشا هناك، حد يجي بعد اذنكم، بعد اذنكم، بعد اذنكم حدش يجي هنا. الرحمن سواق التريلا يا اخي، اسمع الكلام ده، طلع العربية بره. الرحمن 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 سواق يا حاج، طب بدي انا، لا الرحمن لا لا خلاص جود. واضح من الفيديو ان في ممانعه من الاهالي لدخول الشركه. فاحنا معانا دلوقتي الدكتور ايهاب طلب، رئيس شركه الطاهر التابعه للشركه الايطاليه اللي بتعمل هناك. اهلا وسهلا يا فندم دكتور ايهاب، اهلا بيك. اهلا يا فندم، اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. يعني بس انا مدير شركه الطاهر للتنميه والاستثمار. اي فندم تسمحي لي حضرتك بس انا ادي فكره مبسطه جدا عن المشروع. ارجوك يا فندم. لان في ناس اعتقد في مصر طبعا من كتر المشاريع اللي بيعملها السيد الرئيس الناس بتبقى متلخبطه ومش عارفه المشروع ده فين وده ايه حجمه. فمشروع بنبان هي اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم. في العالم؟ في العالم كله يا فندم. أيوة. العالم كله على مساحه حوالي أكثر من 40 كيلو أو 41 كيلو متر مربع. أيوة. فيها 40 شركة، أو بمعنى أصح 40 قطعة، كل قطعة محطة. يمكن السيد الرئيس من حوالي كام يوم افتتح واحدة فيهم، أول واحدة افتتحت. فال 40 محطة دول هيطلعوا ما يوازي السد العالي كهرباء. كويس أوي. الموضوع يعني تحت إشراف البنك الدولي. البنك الدولي او البنوك الاوروبيه والبنك الدولي هم الممولين. المستثمرين اغلبهم اجانب 90% يعني. يعني مشروع عملاق. يعني اكبر مما نتصور يا فندم. كله اجانب. طبعا احنا عشان بس نبقى محددين، احنا مش هنقول ان الاهالي هم اللي بيعتبروا، اهل بنبان هم اهلنا، انا احنا من اسوان، احنا شركه. هو حياتك، لا معلش وضح لي بقى هنا.
ايوه. ايه اوجه الاعتراض؟ هو مش الاهالي ده، في اهالي ومن مين؟ بحاول لحضرتك، في اهالي متفهمه وفي اهالي شغاله مع المستثمرين ومع الناس كويس كويس، لكن في قله افراد من القريه او من البلد بيطلعوا الجبل. هم برضك يعني اعتقد حتى اهل البلد مش يعني على خلاف معاهم، بيطلعوا يعني هم بيطلعوا عاوزين اتوات، بيطلعوا بيعرضوكم، بيطلعوا يتعرضوا لكم. مقنعه يا فندم؟ هي انا اقدر اسميها اتاوه مقنعه. اتاوه مقنعه بمعنى ان انا المفروض ان انا عامل عقد مع الشركه الاجنبيه، والعقد ده بشروط وغرامات تاخير وغرامات رهيبه. هو بيجي عايز يشاركني في العقد بتاعي بدون وجه حق. طيب طب حضرتكم ما بلغتوش الجهات الامنيه يا فندم؟ يا فندم هقول لحضرتك، ما انا يعني لو حضرتك دقيقتين بس، انا عارف حضرتك البرنامج وقت طويل بالظبط، يعني لو دقيقتين اتفضل. فهو عايز بدون اي يعني طبعا لو عندهم اي حاجه كواليفايد للستاندرد بتاع البنك الدولي والمستثمرين، يعني معده مواصفات الامان دي، لا دي اهم حاجه عندهم، فاحنا متواخدين على كده. فهم ما عندهم. طيب انتوا يا اهل البلطجه عندكم حاجه تقدموها لنا؟ عملنا معاهم اكثر من اللازم، خدنا منهم اي حاجه هم عايزينها لو مطابقه للمواصفات. لا احنا نخش معاكم غصب عنكم شركة ب50 جنيه، والا يجوا كل يوم، الكلام ده ليه حوالي اسبوع، كل يوم يدخلوا جوه الموقع ايوه، يطلعوا المعدات اللي شغاله ويهددوا السواقين بالشوم. هم عددهم كبير يا فندم؟ يا فندم انا اللي اتهمتهم بالشرطه كانوا اربعه اللي انا اعرفهم، انا مش هظلم حد. تمام. انما بيجوا 30 و40 واحد بعربيات. Yeah. انا ما اعرفش ناس منسمه، وطبعا ده موقف العمل في المشروع. انا مش هقول عليك، انا بدفع معلش يعني بلاش الخساره الماديه، انا بدفع 50,000 كل يوم غرامه تاخير، والاجنبي نفسه يعني لدرجه ان هو عمل معاهم كل حاجه، وبيوصي اي حد يجي ان هو لو عندهم حاجه صالحه فعلا خدوها منهم. ما انا مش هقدر مشروع زي ده احط حاجه فيه ريسك يا فندم. طبعا. ولكن ما عندهمش. فبيجوا بقى يعملوا كل ده ويخش. شفت حضرتك الفيديو ده؟ واحد من 20 فيديو عنده. اه طبعا يا فندم ايوه، وصلنا فيديوهات كتير. لدرجه خلاص اخر مره الاجانب فاض بيها. برضو انا عايزه الرد على سؤالي يا فندم، حضرتكم قدمتم شكوى في جهه امنيه ولا لسه؟ اهم نقطه يا فندم، انا ببلغ النجده لما بيجوا، عبال اقرب نقطه هي دي بقى النقطه المهمه. اتفضل. قال اقرب نقطه للمشروع نقطه شرطه ساعتين تقريبا او ساعه ونص في الشرق، واحنا في الغرب في الصحراء، عبال ما بيجي لي بيكونوا هربوا. الشرطه عملت اللي عليها، انا عملت البلاغ، وتاني يوم نزلوا جابوا الناس من بيوتها اللي هم مطلوبين. ولكن للاسف طبعا انا ما رضيتش اتهم زياده، يعني انا ما قلتش ضربوا حد عوروه، فطبعا طلعوا من النيابه بس بقضيه، بس في واحد لسه مطلوب منهم وانتد. انما القصه الشرطه هتعمل ايه؟ ما هو لازم يبقى فيه استاذ ايهاب طلعب. انا اشكرك، الصوره كده واضحه جدا، اشكرك وان شاء الله الموضوع يتحل. احنا معانا دلوقتي مداخله من الاستاذ عبد العاطي الباشا، احد اهالي قريه بنبان باسوان. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا بك. اهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك ولمشاهدينك الكرام. اهلا ول يعني الاستاذ اللي كان بيتكلم من شويه، انا سامع المداخله بتاعته. ايوه. فاتهمنا بالبلطجيه. لا هو لا بعد اذنك لا يا فندم، هو قال ان كل البلد متعاونه معاه وبيعملوا معاه، وهناك قله قليله بتبلطج على المشروع. انا سمعت المكالمه بتاعته كلها، المداخله بتاعته. تمام. اذا كان هناك حاله فرديه، اذا كان هناك حاله فرديه حيسميها بلطجه، فلا يا فندم دي طبعا مش بلطجه، دي امور خاصه بشغل يا استاذ عبد العاطي. حضرتك فندم، الفيديوهات احنا عرضنا فيديو واحد بس، واللي حصل ده حتى لو حصل مره ده شيء لا يقبل. هو لازم حضرتك يحصل كام مره في شركه لا. استثمارات اجنبيه ما ينفعش. وحياتك بتدافع ليه؟ حياتك بتدافع ليه عن الغلطان؟
لا احنا والفيديو على الهواء اهو. حضرتك بتدافع عن الغلط احنا ليه احنا يا فندم؟ احنا ما بندافعش عن البلطجه. امال ايه؟ احنا اقرب شرطه عندنا، مش زي ما بيقول حضرته، احنا اقرب شرطه عندنا على مدار يعني ما فيش 5-6 كيلو من المشروع. ثالث حاجه، المخطئ يعاقب، المخطئ يعاقب. اشكرك يا اشكرك يا استاذ عبد العاطي، اشكرك. الصوره واضحه. احنا عمرنا كبرنامج أمنية مصرية ولا كمصريين ممكن نساند اي حالة فيها بلطجة ولو فردية. الموضوع اتعرض على الشاشة. اللي عايز اقوله بس ان البلد بتقوم وايد لوحدها ما تسقفش. مش هينفع ان الدولة تعمل مشاريع وتجيب مستثمرين وتجيب استثمارات وتعمل ده كله واحنا منا فينا حتى ولو قلة تعيق سير هذه المشاريع او يبقى من الصعب السيطرة عليها. انا متأكدة ان جهتنا الامنية القوية بعد الفيديو ده اعتقد ان الامور هتختلف خالص.